قصة عجيبة يا جماعة الخير، قلت أصب عليكم بالخير وأعطيكم إياها. هذا في عائلة سودانية في زمن من الأزمان الماضية، الرجال وزوجته جابوا ولدين وبعدين بنت وبعدين ولد، جلس يربيهم ودخلهم مدارس ويشقى عليهم، وحالة المادية تعبانة ما هي ذيك الحالة القوية مرة، والولدين والبنت مجتهدين الكبار، إلا الولد الصغير هذا مؤذي في المدرسة وقليل فهم وصعب وعنده فرط حركة ودائما مؤذي أبوه ومؤذي الناس ولا يستوعب كثير ولا يحفظ، فأبوه يعني تضايق منه والمدرسة تضايقت منه. آخر شيء فكر هو زوجته، قال إيش رايك أنا ما أقدر على مصاريف هذا الولد، وشقي مرة وملابسة أزيد أشتري له ومصاريف، وهو يعني مو جايب تعبه، ولكن هذا ولدي ولدك يعني ما يحتاج، والمصاريف اللي مفروض نحطها فيه ونحطها في أخوانه، يعني يا دوب أكمل مصاريف الولدين والبنت اللي أكبر منه وفيهم ذكاء وفيهم فطنة الأخوان الولدين والبنت. وش الحل؟ قال الحل ناخذ نوديه حاجة اسمها الخلوة. الخلوة هذه فيها مشايخ يأخذون الطفل ويعتنون فيه أكل وشرب ونوم وكل شيء، ونخليه عندهم هناك هم يحفظونه القرآن والتوحيد والفقه والتفسير والأمور الأصول الدين، ويجلس معهم ويهتمون فيه يعني حتى علاجه حتى كل شيء، وأروح أسلم لهم يستلمونه لوجه الله، أسلم لله يعني. الأم عاندت وعيت وفترة كده وبعدين وافقت، أخذ الولد ووداه إلى الخلوة إلى المجموعة هذول الناس اللي ملتزمين حفاظ القرآن اللي يعتنون بالأمور الدينية، سلم لهم وأخذوا اسمه وبياناته وكل شيء وموافقته وتوقيعه، وراح الرجال وجاهم بعد 6 شهور شاف ولده وخايف انه يقولون خذ ولدك مؤذي ولا شيء، يعني جاي على استحياء. وبعد ما زاره بعد 6 شهور هذه الزيارة الأولى جلس 1.5 أو 2 سنين وراح زاره مرة واحدة وبعدين انقطع عنه خلاص ما عاد شافه سنين طويلة. طبعا راحت السنين وجت السنين، ولده أولاده الكبار 2، واحد منهم طبيب والثاني مهندس، والبنت طلعت مهندسة، صرف عليهم اللي وراه وقدامه يعني اللي يقدر عليه، ولكن تخرجوا من كليات الهندسة الولد والبنت، وهذا الكبير تخرج من كلية الطب وما لقي وظائف في ذيك الفترة القديمة. وسبحان الله شوفوا دارت الدنيا وجلسوا يشتغلون حمالين، وراحت الدنيا بهم وجاتهم محمالين مع أبوهم بعد ما كبر في السن. والسار على هذا الولد الطيب اللي دخل التحفيظ الخلوة، هذا الولد دخل في الخلوة وبدأ يحفظ مع الطلاب القرآن وينام معهم ويصحى معهم ويفطر معهم ويلبس ويعتنون فيه هذا المشايخ ويدعون له ويحاولون يهتمون فيه، ووجدوا فيه اكتشفوا حاجة عجيبة، إن صوته صوت عجيب، أوتي مزمار من مزامير آل داود. انبسطوا كلهم وساروا يتناقلون هذا الكلام بينهم ويسمعون له، ولقيوهم شيء عجيب هذا الولد، وعنده ذاكرة يعني ما شاء الله تبارك الله قوية، حفظ القرآن وحفظ كتب الأصول والفقه والتوحيد والعقيدة، وما شاء الله تبارك الله حتى كبر هذا الولد وأخذ الشهادة وصار ما شاء الله في العلم مرجع في سنه. يوم من الأيام جاءت دعوة من نفس البلد من السودان أنهم يأخذون مجموعة من الناس الحفاظ القرآن ويدورون فيهم يعني مشاركات في بعض المهرجانات والمسابقات والندوات حق تحفيظ القرآن وعلم القرآن، فراحوا ينتقلون أول شيء أخذوا عمرة، وبعدين بعد ما انتهوا من السعودية راحوا إلى دول ثانية، وبعدين راحوا إلى الكويت. وهم في الكويت يعني من ضمن هذه المجموعة كان هو يطلع الشاب هذا المتعلم يطلع يروح يصلي في مسجد قريب من السكن، ولكن يطلع بدري يمشي يتمشى على رجوله ويروح ويجي. يوم من الأيام حب أنه يمد الخطوة إلى مسجد أبعد، وراح إلى هذاك المسجد ودخل لقي الناس موجودين في الصف الأول، لكن ما أذن هذا المسجد مع أن الأذان خلاص أذنوا بقية المساجد. فقال له واحد من الشيبان اللي موجودين في الروضة، قال له أذن يا شيخ، لأن مظهر سمت مشايخ وتعرفون يعني أهل الدين كيف الله عز وجل ينزل عليهم هيبة. فشغل له الميكروفونات الداخلية والخارجية وأذن بصوت أول مرة في حياتهم يسمعون هذا الصوت الجميل، أنذهلوا اللي في البيوت واللي في المسجد، وجو أثار الإمام ذاك اليوم مأجز ومخلي المؤذن يؤذن ويصلي إمام، لكن المؤذن اختفى ذاك اليوم مريض. فقالوا له بعد ما جاء وقت الصلاة قالوا صلي يا شيخ، فمسك الميكروفون وصلى.
وسبحان الله صوت عذب خاشع كانهم يسمعون القرآن لأول مرة، ما شاء الله تبارك الله. انبسطوا كلهم منه وقالوا يا ليت إن هذا إمام مسجدنا. بعد ما انتهت الصلاة مسك هذا الرجل اللي قال لها صل فينا وثاري رجل ملياردير من أهل الكويت ومسكه وقال أنا أبغاك إيش وضعك إيش كذا، قال أنا والله وضعي أنا مع مجموعة جايين زيارة إلى دول الخليج ومن ضمنها من حفاظ القرآن، قال أبغى بكرة تقابل أنا وأنت هنا في المسجد إن شاء الله. وفعلا تقابلوا اليوم الثاني وأخذ الفطور عنده في البيت وسولف معه سولف معه، قال له هذا الملياردير الكويتي قال أنا باني مسجد وجه الله عز وجل وقف، والمسجد يعني صرفت عليه مصاريف كثيرة ومسجد من أعلى الطرازات في البناء وفي العناية، وأبغاك تكون أنت إمام لهذا المسجد. المهم أن اتفقوا إياه وراح السوداني إلى السودان وهذا طلع فيزا وخلص الأوراق وجابه على أنه إمام مسجد وجاء وأم المسجد هذا ما شاء الله تبارك الله وعطاه راتب دبل 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 دبلات اللي خيلها هو، وصار هو يبغى يكون مؤذن وإمام، صار مؤذن وصار إمام وجالس في المسجد، منها يعني رجل عنده علم ومنها قارئ ومنها يحفظ ومنها ما شاء الله تبارك الله ومسكنه قريب من المسجد. جلس السنة الأولى والسنة الثانية وقال أنا بروح إلى السودان على أساس أني أتزوج، قال هذه رواتبك وهذا مبلغ مني معونة في الزواج وعسى الله يبارك لك. راح إلى السودان وتزوج واحدة من بنات الشيوخ اللي كانوا يدرسونه تحفيظ القرآن ورجع إلى الكويت، سكن جنب المسجد وسار ما شاء الله تبارك الله من سكنه مع هذه الزوجة الصالحة إلى هذا المسجد. ويوم من الأيام كلم هذا التاجر قال أنا عندي محاسب بيسافر، هل تعرف في المحاسبة؟ قال عندي علم في المحاسبة. قال أجل شغلتك بعد ما تصلي الفجر تجي عندنا في الشركة وتشتغل إلى قبل الظهر، وتجي تصلي الظهر وتجلس عند أهلك إلى بعد صلاة العصر، تصلي العصر بالناس الجماعة وترجع تشتغل ساعتين إلى المغرب وخلاص، وهذا راتب جديد كمحاسب. وصار الرزق رزقين، أشتغل معه سنوات طويلة وبعدين قرر أنه يغادر الكويت ويرجع إلى السودان يدور أهله. رجع إلى السودان سبحان الله، وأول ما راح هناك واستقر واشترى بيت وسوى يعني مستودع كبير لمواد البناء وسوى ورشة كبيرة وفهم التجارة لما كان شغال في الكويت كمحاسب. ويوم من الأيام فكر أنه يروح يدور على أهله، فراح إلى القرية حقته اللي يذكرها والأسماء اللي موجودة في الأوراق حق مدارس تحفيظ القرآن هذه اللي درس فيها، وراح إلى عندهم وجد هذه المرأة العجوز الكبيرة في السن اللي عليها آثار الزمن، جلس عندها وقال لها أنت عندك ولد اسمه كذا وكذا وكذا، فزت من الفرحة سبحان الله وكأنها حيت من جديد. قال وين أبويا؟ قالت أبوك جاي الحين. وين ما يمصدق تمسكه وتمسحه وتسلم عليه، ولا هذا الرجل كبير في السن اللي جاي؟ قام استقبله وسلم على راسه وعلى يده وقال له أنا ولدك فلان فلاني، وسبحان الله بكى هذا الأب وتذكر ذيك الأيام وسبحان الله كيف سواته في هذه الأسرة لا إله إلا الله وكيف فارق هذا الولد وعليه مظهر السمت سمت ووقار المشايخ. وين أخواني؟ قال أخوانك هذا دكتور والولد مهندس والبنت متزوجة مهندسة. وين شغالين؟ قالوا حمالين. ليه ما اشتغلوا؟ قالوا هذا يعني قضاء الله وقدره يعني ما في وظائف، اشتغلوا حمالين. قال لا أخواني يجون وأعطيهم الرواتب العالية ويشتغلون معي كشركة في نفس المصنع أو المستودع هذا والورشة. وسبحان الله جمع الله شتات هذه الأسرة بعد سنوات طويلة. حافظ القرآن ما يضيعه الله عز وجل، إذا أخلص لله عز وجل فالقرآن يرفعك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا وإياكم ما نحفظ من القرآن وأن يبارك سبحان الله في كل حافظ القرآن فيه وفي أسرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.